السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، الامور مزيانه. اول حاجه بغيت نشكركم بزاف على التعاليق اللي خليتو لي في الفيديو اللي فات، ولي جيم اللي عملتو لي، اللي قلت لكم بقاو تعملوا لي جيم في الفيديوهات باش يبداو يطلعوا لي اكثر، وفي نفس الوقت هادشي كيشجعني باش نبقى ننزل لكم اكثر. لذلك نشكركم بزاف على التفاعل ديالكم. اليوم بغيت نشارك معكم القفطناط ديال الكليان اللي وجدوا، طبيعة الحال تاخديت منهم الاذن باللي انني نصورهم لكم. نشارك معكم القفطناط كاملين اللي عندي هنايا قبل ما نديهم الفيديكس. وقبل ما نشارك معكم قفطن، بغيت نشارك معكم بعض الحاجات اللي شريتهم، جوج الحاجات ماشي بزاف، في نفس الوقت نعطيكم واحد الفكره. شوفوا، اول حاجه اللي شريت هو، انا كتعرفوا ديما كيعجبوني داك الفناجين ديال القهوه، وكيعجبني يكونوا عندي جدادي، ما عرفتش احساس مزيون مين كان كنبدل هيدا شي فنجان وهيدا على هذا الشكل هذا. شوفوا هذا الفنجان هذا كيفاش مزيون، هما اللي خرجوا دابا موضه، عندهم بحال جوج الفناجين في وسط بعضهم. شفتوا كيفاش مزيون وانيق ديال الدجاج، مزيون وخفيف ماشي ثقيل زعما ولا شي حاجه. اللي بغيت نقول لكم هو هاد الكرتونه ديالو غنستغلها، وحيتاش كرتونه قصحه غنستغلها ونعملها شي حاجه، نعمل فيها شي ديكور. دابا ان شاء الله نشارك معكم هاد الكرتونه ديالها كيفاش غنخدمها، حيتاش بطبيعه الحال صافي الفنجان غنحيدو غنعلقو على هاد الشكل هذا. ايوا صافي. وهنايا هادي كرتونه هادي، المهم دابا نشوف شنو غنعمل لها. المهم انا مين شفتها طاحت لي بالي نعمل فيها شي حاجه. بالنسبه لهذا الناس اللي غيسقسيونا الثمن ديالو 40 درهم والواحد. وعندك هادي عاوتاني، لكن كرتونه ديالو خفيفه ماشي بحال هادي، هادي كرتونه قصحه يعني نعمل فيه يجيني اكثر من حاجه تجيني فيه. هادي لا، هادي كرتونه خفيفه كنظن، ما نعرف هي قصحه حتى هي. المهم قدرت هي نعمل فيها شي ديكور. هذا كويس ديال العصير، شي مزيون. شوفوا شوفوا كيفاش جا انيق وكلاص، بقاش نصور به معكم. هذا مزيون بزاف. المهم شريت منهم جوج جوج، وحده ليلي وحده الراجل ديالي بطبيعه الحال، ولا ما كيشربوش في هذا الشيء. صافي، مي كتكب العصير هنا كيطلع العصير حتى هنايا. المهم زيونين باقي ان شاء الله. هادو غنشري نزيد منهم شويش حيتاش عجبوني الصراحه، المنظر ديالهم كيجي راقي وكلاس. ايوا صافي. بالنسبه لهذا واقيلا 35 درهم، 35 درهم كنظن، 35 درهم هذا، لا 40 درهم حتى بحال اخر. ايوا صافي، هادشي ما كاين. ودابا غنهود نطيب الغدا، غنوجد غير الغداء هيدا خفيف، ومن بعد غنشارك معكم القفطناط كاملين. يكملوا معايا الفيديو حتى الاخير، حيت غنشارك معكم حتى التوصيل ديال فيديكس. غنديهم الفيديكس وغنوري لكم، يعني غنشرح لكم، فهمتوا؟ غنشرح لكم تما كيفاش، المهم داكشي بالتفاصيل عرفتوا، يعني حتى واذا شبرت لكم الديوانه شنو تقولوا شنو تعملوا، المهم التفاصيل كامله. خليوني دابا نقلب الكاميرا ونشارك معكم كلشي. الغدا ديالي بيسر. عليكم السلام. هانتي هنا بيسر زاد معد ياك واعر. هو انا ماشي لك من حد حبيبي صح. لا قليت وقع درت الفيس. كيف سير؟ بخير. مزيان بخير، باشين بخير. هيا البيسارة، شوفوا الغدا ديالنا ديال اليوم، عدس البيسارة على حقه وطريقه. ديت الوصفه ديال محمد. بالنسبه لهذا الطاجين، هذا الناس اللي كيسقسيوني عليه، هذا الطاجين ديال الطين كيجي غارق، كيجي مزيون، ورافقته بالسردين بالشرميله من داخل، والزيتون بالحار، والخيار مطيشه، طبيعه الحال ليمون والزويته. شنو باقي خص دابا؟ الحريه والكيمون. شوفوا الكاميرا هنا مع البيصر، هي اللي كتجي مزيونه مع البيصر ياك محمد. الله يوليك تحياتي. الليمون ضروري. الشيتو ديال السوداني. شنو اخر عمر اجي تتغدى؟ محمد حلان ديك غنهار لك السود هاديك. شتيتو ديال الليمون كيمون. بلاتي
ها الزيت بالكيل. واو بالزيت هاك اختي هاك دابا قايستي ليا ديالي. لا لا هذا اللي عليك كداره يلا حكم وريني. بسم الله كيف جات؟ الله يعطيني الصحة. جاتني بيسر كتحمق ياك محمد واعر صحة كيفات صحة واعر ديالي شوية يا كريمه قالت لك سيدي بيسار ديال محمد حسن ديالي ماشي مزيان 100% ديالو زايد شويش شو اخر الزمن صحبه ديال اخر الزمن وقدام وعاد شفتوا الحقره ها طياب درجه دائما زايد على النساء لا لا عساك وما انا جاتني واعره بزاف مزيونه واخا كريمه جديده الصراحه واخا كريمه قالت لك ديالو زايده شويش انا كناكل وسكت حتى شجبتني عامر قيس بيسار ورد عليا الخبر قول لي كيف جاتك احسن بيسار خلاص كيفاش عيشتي ديالي مره اخرى يلا قول الصراحه قول ديال مزيونه ولا بحال بحال ولا ديالي زايده عليه ولا ديالو زايده الدنيا هاني دخلتي الصراحه مدبر عليك الله عامر وقول لا خايف نفسك كذب لا يا صراحه بحال بحال شي وحده زايده زايده الغيزه الغيزه الربح في تخلصي تخلصي حيت تخلص الفلوس دبري دبري ثاني نزيد ثاني نزيد ثاني وعلى الحظ ديالي زايده الغيزه عادي ثاني نزيد شفتوا كيفاش كيحقروني انا في هذا البار عادي حنا كناكلوا الله يعطيك الصحه الطاجين نص ديالو ها هو ها هو زايده ما قلناش الخايبه ديالي زايده انا السر ما عطيتش لك شي عندك كي كامل انا ما بغاش يتقيه بغيكم تشجعوني وتقولوا لي احسن بيسر في العالم هي ديالي انا باقي لا نفتح شي محل بيسر غير بهاد الغدايد هادو اللي قالوا لي ماشي مزيونه بزاف ايوا ديك الساعه نتوما تجيو تاكلوا عندي وتشجعوني وانا من المطعم ياكلوا عندي وشوش احسن لا ياكلوا يعجبهم ديالي احسن انت نعطيهم بيسر الجوهر نعطيهم بيسر عرفتوا الطويجنات نزوقهم لكم هيدا بالجويرات وداك الشيء على حق وطريق ياك عم واخا عليك الحقر كتحقر على ماما كتحشمشي ها كتحقر عليا مزيونه ولكن دبا زايد الله يرضى عليك خاطر شي حبسي ضرب شي شري طاكوس ديك الساعه قولي شي شو ديك الساعه قولي عطيني شي حاجه وتشوف لا لا صح تخافشي ودابا جبرتوني هنايا طلعت باش نوري لكم قفيتناس ونشارك معكم الطريقه ديال الخدمه ديالهم بادق التفاصيل عفوا نشرح لكم اما هما مخدومين وكل شيء غير هاد القفيطن هذا اللي جبرتوني كنركب له هيدا هاد الحجيرات هادو هيدا بالزربه باش نديهم لمولاتهم حيتاش ملي كنكون غنصيفط الحوايج هكذا للناس ولا شي حاجه كيعجبني نجيبهم للدار باش كنديهم من هنايا كيجيوني سالي ولا كنصيفطهم الراجل ديالي هو اللي كيديهم على حسب المهم هنايا اللي بغيت نشارك معكم هو هذا القفطان هذا هو الاولاني اللي جاب الضفيره والتريسنات جات الضفيره في الذهبي والتريسنات في اللون ديال الثوب بالنسبه للون كيف لاحظتوا هذا الشيبي ودخلنا له الكرونه كيجي راقي ومزيون وبالنسبه لهذا القفطان هذا عاوتاني حتى هو مطرز في السدر شوفوا على هذا الشكل هذا جات الخدمه ديالو بحال الفصاله ديالو عفوا بحال في عند الافتتاحات في الجناب مفتوحه غير من السدر اما من تحت الحزام لا ما كاينش الخدمه بصفه نهائيا هو في الزرق ومدخله فيه هاد اللوينات هادو وبطبيعه الحال مرافقه بالجوهر على هاد الشكل هذا كيف لاحظتوا ايوا صافي هادشي ما كاينه مطروز الطرز ديالو مزيون الطرز ديال الماكينه لكن كيعطي واحد الاناقه في اللبسه كيجي راقي ومزيون بزاف انا الصراحه كنت غنلبسهم للعارضه ونشاركهم معكم لكن مولاتهم وقفت عليهم
موالينهم حيت هادو شي ثلاثة موالينهم مع لبرا فرنسا وبلجيك. ايوا صافي مين بغاو الحوايج ديالهم على داكشي صافي صورتهم غير بهذه الطريقه هذه وصافي. وشوفوا الخدمه د هذا الموديل كيفاش جا جات مزيون. وبالنسبه عفوا للقفطان الثاني اللي هو هذا جات له الطرزه هو دا حتى الارض هو في الموف ومدخله فيه الصفر وعامله له الضفيره في الذهبي ومدخله الحجيرات اللي هما صغيورين في الذهبي. بطبيعه الحال التصوير ديال التليفون ما كيعطيش الحق ديال البياسه على داكشي. هادشي اللي خلاني انني نتعطل ما نشاركش معكم الجليليبات حيتاش التليفون ما كيبينش الحقيقه ديال الحاجه. يعني في الحقيقه احسن واحسن. بالنسبه للعقيدات بلديين وصغيورين وهذه كارت فيزيت ديالي كانت قديمه ماشي دسال دابا عاد عدلتها. لا هذه كانت في الاول ديالي. هاد الكارت فيزيت عندي عزازي بزاف وعندي معاهم واحد الماضي مزيون بحال اللي كيقولوا. بالنسبه لهذا القفطان هذا بحال اللي كيقولوا له قفطان ديال حريم السلطان عرفتوا كميمه ديالو جا هواد حتى الارض. يعني الكم ديالو طويل بزاف شوفوا الدرجه ديالاش كيجي هواد حتى الارض. يعني ملي كتوقف هيدا وكتعلي الكميمه ديالك اليدين ديالك كيجي هواد. جا مشروك كامل بالجوهر طويل وبالسيبورات وجا انيق جا مطروز على هاد الشكل هذا كيجي راقي ومختلف بزاف كيجي مزيون بزاف وعاطي واحد العين مزيونه بحال اللي كنقول لكم. بالنسبه للكميمات خدمناهم ديال المسلين وبالنسبه للثوب الثوب ديال الكريب شوفوا نوري لكم الخدمه. شفتوا كميمات حدهم هنايا كيجيو والتباقي بحال اللي كيبقاو هيدا الشراوط طوالين وصافي. المهم كيجي مزيون في اللبسه ديالو وكيعطي واحد الاناقه. بالنسبه لهاد الخوا اللي بقى لي في الطرز عملت له غير السيبور وصافي راه عمرته هيدا بالسيبور جا مزيون وجا كيشعل. بالنسبه للون اختارت اللون اورنج ودخلنا فيه هاد الشيبي اللي هو مبرد ماشي مغلوق. بطبيعه الحال اكيد رافقناه بالذهبي باش كيجي هيدا عاطي المنظر وكيجي مزيون. ودابا ننتقلوا للقفطان اللي شفتوني كنركب له الحجيرات قبيله هو هذا. شوفوا كيفاش جا جا مطروز من الصدر حتى تحت الركبه ومن تحت الركبه عملنا له واحد الخدمه اللي هي مختلفه ديال الثوب عفوا اللي هو مختلف وعملنا له التكريش على هذا الشكل هذا باش كيجي مزيون وجا عطي واحد المنظر صراحه اللي هو مزيون بزاف. لكن انا قلت لكم التصوير راه ما كيعطيش الحق ديال البياسه كيف ما هي. وبالنسبه للطرزه شوفوا كيفاش هي مطروزه مدخله فيهم الموف. هي دابا انا هاد اللوينات هادو اللي كنعمل داكشي على حسب الكليان شنو بغى. يعني اي واحد بغى شي حاجه كنخدم له على حسب الطلب ديالو على حسب اللون اللي اختار والزواق اللي اختار وكل شيء والفصاله اللي اختار واي حاجه. بالنسبه لاي واحد كنخدم معاه غير بالطايه يعني طايه ال ولا الاكس ال ولا دوبل اكس ال ولا طايه ام على حسب كل واحد واش من طايه كيلبس صافي. ودابا غنوريكم واحد القفيطان اخر اللي هو هذا. شوفوا كيفاش جا عاوتاني جا مطروز نص طوق. بالنسبه لهذا القفطان هذا سبق لي خدمته كامل بالجوهر نص طوق كيجي مزيون راه معروف هذا الموديل هذا. لكن هاد السيده هادي بغاتو يكون بالطرز على هاد الشكل وجا مختلف ومزيون جا بالمهرس وبالزمرد وبداك الحجيرات اللي هما طويلين شويش وصافي. وبالنسبه للثوب في البياض وقفطان جا ايبازي من تحت وكميمات جاو مجموعين. ودابا نوري لكم واحد اللبسه اللي هي هادي في الكحل عندها التحتي والفوقي. هادي الطايه ديالها طايه صغيره طايه اس. وبالنسبه للحزيم هو هذا ديالها وصافي جات مطروزه وجات مخدومه. وهذا الموديل هذا راه سبق لي شاركته معكم كيجي على هذا الشكل هذا. شوفوا كيفاش كيجي كيجي مزيون وكيجي مختلف. وبالنسبه اللي بغيت نقول لكم بالنسبه للفيديكس الشركه ديال فيديكس بالنسبه للناس اللي باغيين يعرفوا كتمشيو لعندهم كتديو الحوايج اللي فيهم مزيان. هي ان ملي كتكون غتصيفط مثلا 8 ولا 10 ديال القفاطن كيحسبوا لك الكيلو الاولاني والكيلوات الثانيين كيحسبوا شي ثمن ناقص ماشي بحال مثلا دي اش ان ولا الامانه كيحسبوا بالكيلو. مثلا اذا زدتي غيفتي وتستيت وكيزيدوا لك كيلو اخر. لا هادو لا هادو كيحسبوا كيلو الاولاني
مثلا شي 400 درهم والكيلو الثاني مقيلة كنظن شي 550 درهم ولا 60 درهم هكذا، يعني واحد الفرق مزيون بالنسبه للناس اللي كيبغيو يبيعوا ويشريو. اما بالنسبه للوحده اللي غتصيفط مثلا شي جوج بياسات ولا بياسه وحده، اذا بغات تصيفطهم للامانه تصيفطهم، لكن كيبقاو شي 15 يوم. لكن في ديكس مثلا كتصيفط اليوم على غدا كتكون عندها، ولا اليوم بعد غدا يكونوا عندهم، الا في العواشر وهذا يقدروا يبقاو داك حتى لسيمانه وصافي. واللي فيهم مزيون هو ان الامانه كتمشي حتى لعندك وكل شيء، حتى لعند موالينها عفوا، وكل شيء كيعيطوا لهم في التليفون وكل شيء. لكن بعض النواس كيقدروا يشبروهم في الديوانه، واللي مزيون في ديكس هو انه واخا يشبروهم بالديوانه حتى هما كيعاونوك، يعني كي حتى هما كيتصلوا بهم وكيعاونوك بزاف، فهمتي؟ ماشي بحال بعض المواطا اخرين. ايوا صافي، دابا جبرتوني غنجمعهم على هذا الشكل هذا باش نديهم. كنتمنى يعجبكم الفيديو ونكون فيتكم في شي حاجه، وكنشكركم بزاف على حسن المتابعه وعلى التعليق ديالكم اللي دائما كتخليوها لي. ودابا يلاه معايا فرجه ممتعه.